أقامت الجالية السورية أمام جامعة الدول العربية اعتصام مفتوح تضامنا مع الشعب السوري. الجالية السورية في مصر قررنا الاعتصام أمام الجامعة العربية لمدة 15 يوم، وهي المهلة التي منحتها الجامعة العربية للنظام السوري لدراسة المبادرة التي طرحها وزارة الخارجية العرب. البارحة كان الاجتماع في الجامعة، والبارحة كان لنا تظاهرة مهيبة أمام الجامعة شاركت فيها كل الجالية السورية في مصر. للأسف القرارات البارحة كانت قرارات هزيلة كالعادة. الجامعة لم تستطع إصدار أي تصرف إيجابي يؤيد ويساند ثورة شعبنا في سوريا. أيضا الجامعة كررت موضوع الحوار وأنها بصدد الوساطة مع النظام السوري للتحاور مع المجلس الوطني السوري ولوقف إراقة الدماء في سوريا. هذا الموقف نحن نعتبره سلبيا. الشعب السوري لا يوافق على ذلك. الشعب السوري قرر وحسم أمره بأنه يريد محاكمة الرئيس ومحاكمة النظام. نحن بدأنا من يوم السبت وقفة احتجاجية على الموقف العربي المتخاذل. يوم السبت جينا وقفنا هنا وكنا ننتظر قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية النظام الأسدي، ولكن تفاجأنا أن العرب ما زالوا عربا ولم يتقدموا قيد الملا. فقد تعود العرب على أن يتركوا بعضهم في الأزمات، ومن ثم علينا أن نلجأ إلى الخارج. هذا المبنى الذي نقف أمامه الآن لم يعد مجلسا للشعوب العربية، بل أصبح مجلسا للأنظمة العربية. هؤلاء الذين ينهبون شعوبهم وينهبون البلاد العربية يرسلون مناديبهم إلى هنا ليرسخوا حكمهم. طالب المعتصمون بإسقاط النظام السوري كاملا والتحرك السريع من جانب الدول العربية، وإذا لم يتم اتخاذ أي قرار سوف يطالبون بتدخل من الخارج. إنجي خالد، نهارك سعيد.